السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد أحبائي على قناتكم طريق المستقبل. بعد افتتاح ديال الطرقات يعني بسبب كوفيد 19، الحمد لله دابا تفتحوا يعني جميع الدول من المغرب أو من خارج المغرب أنك يعني تنقل عبر الدول. ارتأيت أنني نبدأ الفيديوهات ديال المعلومات، يعني تصحيح مجموعة ديال المعلومات وإعطاء مجموعة من المعلومات اللي غتستفدوا منها إن شاء الله. وأول معلومة وهو التحديث الأخير اللي قامت به يعني وزارة الأسفار ديال أمريكا من خلال الموقع الرسمي اللي كيعرفوه جميع الناس اللي دافع القرعة الأمريكية واللي عاد كي بغين يعرفوا يعني معلومات على هذه القرعة الأمريكية. غندير واحد السلسلة ديال مجموعة من المعلومات إن شاء الله بحرا باش تستافدوا، حيتاش القرعة يعني الوضوح ديال لي ريزولتا ما بقات لهم إلا شهرين إن شاء الله، ولكن هاد المعلومات اللي غنعطيو صالحة لكل زمان ومكان، الناس اللي ديجا دافعين وكيتسناو والناس اللي كذلك اللي كيتسناو إن شاء الله الميساج باش يكونفيرميو الدي اس 260. غنبداو بهذه المعلومه هذه واللي هي جد جد مهمه، وتم التحديث ديالها في الموقع الرسمي travel.state.gov، غتلقاو اللي نديرو في صندوق الوصف. وهو يعني بدا في شهر السعود، يعني دو جانبير السعود في 2021، يعني السنه الفارطه. وهو كيتكلم يعني على الوثائق اللي كتصيفطهم بعد لا كونفيرماسيون ديال الدي اس 260. ملي كتتم يعني الفتح الدي اس 260 ديالك، يعني هي الوثيقه او الملف اللي فيه جميع المعلومات ديالك اللي كتعمرهم بعد ظهور الريزولتا ديالك، وبزاف الناس راه ما كيعرفوهم اللي ديجا دفعوا. من بعد ما كيتم القبول ديال او افتتاح الدي اس 260 كيصيفطوا لك رساله باش تقوم بارسال الوثائق المطلوبه اللي كانت شحال هذه، ولكن دابا تحيدات من خلال يعني التحديث الاخير اللي وقع 9 دو جانفي 2021، وهو كالتالي من خلال الموقع الرسمي اللي تلقاوه في صندوق الوصف، وهو document submission to Kentucky بالنسبة للدايفرسيتي فيزا 2022. سو هذا هو القانون الجديد، وهو انكم باختصار يعني عاد تتم قراءة يعني الموضوع بأكمله باش توضح الرؤية، والناس يعني اللي ما عندهمش مع اللغة الإنجليزية مزيان يدخلوا ويكوبيو يعني هادشي اللي غنقرا عليهم ان شاء الله، وانا غنشرح لكم ايطاب بار ايطاب، ويديروا في جوجل تراديكسيون ويقرا بشويه عليه بالعربيه. مهم كتقول كيقول يعني الموقع الرسمي كيقول بان من بعد افتتاح ديال الدي اس 260 ما بقاش متطلب منك انك تصيفط الوثائق يعني المطلوبه، تصيفطهم يعني تفاكسيهم وتصيفطهم للبيرو ديال كينتاكي. يعني تلغات هذه العمليه هذه مباشره ملي كيتم فتح الدي اس 260، و يعني والكيز نمبر ديالك كيدخل يعني كيورنت، راه ما كيصيفطوا لك وكيقولوا لك بان راه تم الفتح ديال الدي اس 260، ويعني تم الطريطاج ديالها، يعني صافي تفتحات ويعني جميع الزانفورماسيون ديالك يعني كوريكت، كل شيء هو هذاك. من بعد منها كيجيك يعني الوقت ديال الانترفيو ديالك، الوقت اللي غادي تمشي ودير المقابله ديالك، وحنا غادي نمشيو فيديو بفيديو باش كلشي يستافد، واللي ما عنده حتى شي معلومات واللي عنده واللي واقف على هذا الشيء يعني يوجد راسه ان شاء الله. نديرو كل نهار فيديو بحر باش تعمل الفائده ان شاء الله. كيقول الموقع الرسمي effective immediately individuals who were randomly selected to participate in the diversity visa program for fiscal year 2022 only need to submit to the Kentucky Consular Center the DS-260 immigrant visa application form for themselves and any accompanying family members. Once the DS-260 is received, for all applicants associated with a case, that case will be eligible to be scheduled for a visa interview. Also غنحاول نكمل لكم هادشي اللي قالوا هنايا، ابخي غادي نشرح لكم بالعربيه. دي في 2022 سيليكتيز نو لونجر ماست سبميت، هادي هي النقطه المهمه، يعني المترشحين ديال دايفرسيتي فيزا لوتري 2022، يعني الناس اللي ان شاء الله غتبان لهم الريزولتا هاد العام هذا، ما بقاش عليهم نو لونجر، يعني ما بقاش عليهم انهم يصيفطوا يعني الوثائق المطلوبه عبر الفاكس، فقط كيكتفيو بالدي اس 260. دي في 2022 سيليكتيز نو لونجر ماست سبميت تو ذا كنتاكي يعني سنتر
Any other required supporting documents for DV 2022 in order to be eligible to be scheduled for an in-person interview at an embassy or consulate? Rather, all supporting documents for DV 2022 selectees will be collected in connection with the interview and evaluated at the embassy or consulate where the visa application is made. U.S. law requires all immigrants visa applicants provide certain supporting documents necessary to establish eligibility for a visa. The list of documents is available here. So, حنا ما غنهضروش على داك السطر التالي حيتاش كيقولوا فيه بان جميع الوثائق المطلوبه اللي خصك تدي معاك اثناء المقابله موجوده في هذا اللين هذا. كيقولوا في الباراغراف هذه بالضبط كيقول لك بالنسبه للناس ديال دي في 2022 ما خصهمش ما بقاش خصهم انهم من بعد الفتح ديال دي اس 160 ديالهم انهم يصيفطوا الوثائق المطلوبه يعني عبر الفاكس للمكتب كينتاكي. وهذه معلومه جد مهمه خصكم كلكم ديروها في بالكم ما تبقاوش مخربقين انكم خصكم تسناو الايميل اللي كيقول لكم راه تفتحات دي اس 160 ديالكم وراه هي دي التطريطات وخصكم تصيفطوا الوثائق ما تسناوهاش لانكم غادي تسناو فقط يعني الايميل اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله في الفيديو المقبل. غادي تلقاوها ان شاء الله اون ديتاي على الرساله اللي كتجيك وكتقول لك بان خصك توجد راسك لان الدي اس 160 ديالك راه هي التطريطات وتقادات يعني بالحذافير ديالها. ما عليك الا تسنى الموعد وغنمشي معكم ان شاء الله ايطاب بار ايطاب. المعلومه المهمه والتحديث اللي وقع بزاف الناس ما كيعرفوش وبزاف الناس يعني بحال نقولوا 50% راه عارفه 50% جاهله شنو واقع في الموقع الرسمي. اي حاجه كتكون جديده كيحطوها في الموقع الرسمي ما خاص الانسان الا ساعه يتشيكي. والناس اللي كيتسناو الايميلات فساعه دخل تشيكي الايميل ديالك ولا الجيميل ديالك على الرساله ديال الانترفيو بان الدي اس 160 ديالك تم الفتح ديالها وراها تسطريطات وما كيتبقى لهم الا يصيفطوا لك الرساله ديال النهار ديال الموعد وعاد ديك الساعات كدير المتطلبات اللازمه الاخرى ديال الطبيب وما الى ذلك من الوثائق اللي خصك تترجم. هادشي كامل غادي نديروه فيديوهات وغنطريطيوه باش حتى شي واحد ما يكون عنده حتى شي مشكل ان شاء الله. اللي خصكم تاخذوه في هذا الفيديو وهو ان الارسال ديال الوثائق عبر الفاكس صافي انتهى يعني انتهى العهد ديالو ولات كتسنى حتى كيصيفطوا لك الايميل كيقول لك بلي الدي اس 160 ديالك راه هي دي تفتحات وراه يعني الكيز نمبر ديالك راه عنده واحد الموعد ان شاء الله. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو تسناو الفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون على شكل الرساله اللي غادي توصل بها بحراء ان شاء الله يعني تعرف كيفاش تتعامل مع الرساله الاولى وتتعامل مع الرساله الثانيه وما الى ذلك من الفيديوهات اللي غادي يجيو باش نساليو يعني جميع الامور المتطلبه منك من كيصيفطوا لك داك الميساج حتى كتمشي دوز الانترفيو ان شاء الله. وغنشرح لكم حتى الانترفيو كيفاش كيدوز يعني لو جور جي او لا يوم المقابله ان شاء الله. شكرا حيتاش كملتي الفيديو حتى للتالي ما بغيتش نطول عليكم. ما تنساوش يعني تفعلوا الجرس بحر باش توصلوا باي جديد واللايكات وميساجات يعني اللي عنده اي معلومه مرحبا غنجاوبوا عليها ان شاء الله. شكرا بزاف تهلاو في راسكم والله يوفق الجميع.